يا ضيوف شرفونا عساكم تسلمون. اقلطوا ما بين عيني وبين اهدافها، شرفوا للكرم ما تقفل بابها. يا ضيوف شرفونا عساكم تسلمون، اقلطوا ما بين عيني وبين اهدابها، شرفوا ام ماجد وهي على الجزله تمور، في بيوت للكرم ما تقفل بابها. ام ماجد من كرمها يصفها الواصف، رحبت بضيوفها درة الحي المنون، والكرامة ما تجي إلا البذل أسبابها. واجتمع بيتين في بيت واحد ما يهون، بيت بلهود وكساب فخرا سابها، بالعلوم الغانمة والنقام تكاتفون، مثل خيمة حاتم الجود تحت أطنابها، مثل خيمة حاتم الجود تحت أطنابها. ماجد الحر أسنى في الطيبة يكتبون، البيوت النادرة وافتخر كتابها، والخيول المسرجة والخلايق يشهدون، يعرفون الخيل والخيل من ركابها. فارس الشقرة محمد وغيره يتعبون، فارس تشهد له ظهورها وركابها، فارس تشهد له ظهورها وركابها. اسمع واقبلت رماس مثل الثمر بين الغصون، فاتنة والكايدة ما تحس بحسابها، الحي المنون، والكرامة ما تجي إلا البذل أسبابها. واجتمع بيتين في بيت واحد ما يهون، بيت بلهود وكساب فخرا سابها، بالعلوم الغانمة والنقام تكاتفون، مثل خيمة حاتم الجود تحت أطنابها، مثل خيمة حاتم الجود تحت أطنابها. ماجد الحر أسنى في الطيبة يكتبون، البيوت النادرة وافتخر كتابها، والخيول المسرجة والخلايق يشهدون، يعرفون الخيل والخيل من ركابها. فارس الشقرة محمد وغيره يتعبون، فارس تشهد له ظهورها وركابها، فارس تشهد له ظهورها وركابها. اسمع واقبلت رماس